نلتقي في الجزء الثالث، وذي ونسى مع أخونا الشيخ أحمد شاويش، ونسى حتى يعني نشوف التجارب، نستفيد من التجارب. إنسان كما ذكرنا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، ولد غربي ملكال، انتقل إلى شمال على النيل في أو الشمال على النيل وجنوب النيل الأبيض، بعد ذاك انتقل إلى البحرين، وآخر حاجة جيت مصر عشان تتعلم، لكن حاجة كلها اختلفت ومشيت إلى أمريكا. حدثنا عن أمريكا، أول ما وصلت أمريكا حصل شنو وأمورك مشت كيف؟ تفضل. طيب، سافرت أمريكا سنة 99 2000، يعني نحن يا دوب هنستقبل الميلينيوم الجديد، والناس كلها كانت تتكلم، كان الناس عنده بانيك انه الكهرباء تقطع وما الكهرباء تشتغل، ايوه، والمحطات المويه ما تشتغل، والكمبيوتر. نعم. ايوه، نحن يعني كنا في ال يعني وصلت في ال نفس في الوقت ذلك ده الوقت. نفس نعم، لكن يعني ما حصل حاجه في الاخير. لا ما سبحان الله، ما حصل، طيب ما حصل حاجه. سبحان الله، يعني الانسان خلق من عجل برضه، وطبيعته القلق، والقلق الزائد فعلا نعم لا يفيد. لابد انه الانسان يصبر، حتى لو جاء شيء لا يعجبك تصبر، نعم انه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بس ما عليك الا الصبر طيب ان شاء الله. طيب في امريكا نعم. كلمنا عن مواقف. والله اول ما وصلت طبعا برضه كان كذلك، انه واحد يبدا حياته من الصفر، يبحث الاول عن كذلك مراكز الموقوفين، عشان سمعت انه مثلا برضه يتم تدريبك على فهم البلد، نعم نظام الباص سيستم مثلا، الباصات كيف ماشيه، كيف البلد، ويعني شيء مختلف، حياه مختلفه يعني وكده. نعم فاول التحقت بواحد من المعاهد دي التحقت بواحد من المراكز. نعم، وتعلمت فيه جديد ولا كان تعلمت فيه شيء مكرر؟ كمبيوتر، نعم وكنا نستخدم البرامج الناطقه ايوه اول ما دخلنا عليها، برنامج ناطق كده في الكمبيوتر، زي ما هو موجود في التلفون حاليا. في برنامج اسمه فويس اوفر، ده بالنسبه للايفون، وبالنسبه للاندرويد في برنامج اخر اسمه توك باك، يستخدمه المكفوفين، وده ينطق كل ما في الشاشه، وفعال مش كلام. وفعال جدا جدا. نعم، ايوه يعني تأدي. المهم انتقلت امريكا، يعني الان ما في عذر، الانسان ان كان مكفوف او عنده اي نوع من الاعاقه يمكن يتعلم، ما في عذر تماما. انا كنت في الخرطوم في سنه 98 بعد ان عدت من البحرين. نعم كان في واحد طالب هندسه في جامعه الخرطوم، نعم فكنت بتكلم معه في الخيال كده، اقول له يا اخي انا نفسي اشوف حاجه تعرفنا الالوان، ونفسي اشوف ايوه حاجه تعرفني الصوره، ايوه ونفسي اشوف حاجه تقرا لي الكتب، بدل ما نعم اجيب واحد يقرا لي الكتب، واللي يقول لك زمان يقول لك انت لو كده كفيف تتزوج واحده مبصره حتى تساعدك في قراءه الكتب. اي يعني كنت بتكلم معه في خيال زي ده، ايوه حتى كنا نخوض، يقول لك يا اخي انت بتجيب الكلام ده من وين؟ ايوه فقلت له يا اخي الكلام ده في خيالي يعني كده، ايوه ويا ترى في ناس زيي في الدنيا اللي بيتخيلوا كده، انه يعني ايه عشان نقرب الدنيا لنا شويه يعني كده. ايوه يعني انا يعني حتى بعد كده بقيت اتابع افلام الخيال والخيال نعم العلمي، وشيء تتابع من هذا الصوت القبيل، منه الصوت، والموسيقى منها، والوصف بتاع بالضبط والوصف. نعم نعم. والوصف يعني لو في حد جنبي مثلا يصف لي مثلا الصوره فيها كذا كذا، واتخيل يعني مع الصوره وكده. لكن في شيء الفت الي شيء هنا، نعم في ناس يظنوا ان المكفوفين فعلا يعيشوا في الخيال، لكن لا، نحن ما بنعيش في الخيال حقيقة، نحن بنعيش حياة حقيقية زينا وزي الناس العاديين التاني يعني كده، العاديين. نعم فقط بالضبط كده، ليس هناك نعم نعم فرق كبير يعني كده. نفس الطموح، نفس الحلم كأي إنسان يعني كده، منا الخارق فعلا، منا الذكي، ومنا المتوسط الذكاء، ومنا برضه الضعيف في الذكاء، وكذا يعني كسائر البشر، نعم ليس كما يظن الناس. مثلا وكذلك ايضا المجتمع مثلا يصنف الكفيف، يا اما يشتغل في الـ في الـ في مثلا في مجال قراءه القران مثلا كمحافظ، ولا ما في ما لا نعيب ذلك، ولا او مثلا مغني في الموسيقى، وكذلك برضه لا يمكن ان تحصر
الناس في هذين المجالين برضه، على ذكر مجالات على الحياة ذكر أوسع من ذلك. القرآن نعم أخ أحمد، نعم حفظت كم من القرآن الكريم؟ أحفظ الآن 5 أجزاء. 5 أجزاء. كويس، نعم ما شاء الله ما نعم شاء الله. وإن شاء الله أسأل الله أن يوفقني وأحفظ أكثر من ذلك إن شاء الله يعني، إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نعود لأمريكا، نحن بنتكلم عن أمريكا. قول لي نعم مواقف كانت يعني سميها مواقف فاني يعني بالنسبة لك. موقف يعني مثلا، أنا مثلا أول ما كنت هناك كان التحقت بكلاسات مسائية، ايوه لأنه لما وصلت هناك كان يقول لك عشان أنت ما خلصت الهاي سكول اللي هو الكي 12 ايوه للإديوكيشن بتعمل شهادة اسمها شهادة المعادلة ايوه اسمها جي إي دي، ايوه جنرال دبلومة إديوكيشن إيكويفلنت، يعني ايوه يساوي الإديوكيشن، يساوي التعليم الثانوي. ايوه فكنت باخد كلاس أثناء ما كنت كذلك بذهب لمركز التدريب الصباح، بالمساء كنت أذهب لآخذ الكلاسات في المجالات، كل المجالات المختلفة من الساينس والماثيماتكس والسوشيال ستادي، كل ده بالإنجليزي يعني كده. نعم فكان يوم من الأيام خرجت من الكلاس ومفروض أعود إلى المنزل، ايوه فجأة في كمية من السنو سقط ثلج، وأول مرة الموقف يكون معي يعني ايوه كده، ثلج كثيف جدا على الأرض، ايوه حتى لم استطع ان استدل على سايد ووك ايوه اللي هو الطريق الطريقة المشاة اللي بتمشي بها اللي طريق تمشي بها المشاة. الناس، مضبوط. نعم فخرجت وبعدين جاني شيء من القلق، بانيك يعني كده، خفت شوية. خفت شويه، ايوه فقلت طيب سبحان الله، بس ايه كان عندي شيء من الثقه النفسي انه حوصل البيت، حوصل البيت، بس كيفيه لا يعلم الا كنت الله. بتمشي على رجولك من المركز البيت، ما تمام، كان بعيد. يعني حوالي 4 5 بلوكات يعني. نعم ايوه مضبوط، نعم، يعني زي 100 200 300 متر كده حوالي المسافة. 300 متر او مضبوط. نحو ذلك. نعم نعم بس ثلج غطى على الأرض، فبالتالي فوقفت في الشارع كده، ايوه وزي ما يقولوا منتظر الفرج يعني كده. فجأة جاني واحد بالإنجليزي، Where are you going, sir? انا كنت حافظ العنوان كويس، قلت له I am going to 2800 Girard Avenue. ايوه قال لي طيب خلاص اركب. ركبت وكان مع في سيارة. كان سيارة. نعم ايوه قال لي اركب انا بوصلك. يا دوب يمكن الموضوع اخذ معه 2 3 دقائق الا وانا كنت في البيت. قال لي اهو انت كده في جيرارد افينيو، عرفت المكان؟ قلت له ايوه شكرا شكرا. ده كان يعني اول موقف صعب ومتحدي قابلته، بس كان عندي ثقة نفسية إنه إن شاء الله سأصل البيت، ربنا سيجعل لي فرج يعني إن شاء الله. طيب اللغة الإنجليزية في أمريكا طبعا غير اللغة الإنجليزية أنت تعلمتها في السودان وتعلمتها في البحرين وفي مصر، تمام. ورينا منا موقف واحد، أشياء غريبة كذا وما مشابهة للغة الموجودة هنا. والله ما أذكر مثال معين يا طيب، لكن يعني يعني بعد ما الواحد اندمج بالانجليزي الامريكي بقى انه شايف كده الانجليزي الامريكي هو النورمال والانجليزي البريطاني هو الاب نورمال. بدير حدود قصيده. طيب نواصل حديثنا وننتقل الى الجزء الرابع، خليكم معنا، ودي ونسه مع الشيخ احمد شاويش. نعم